بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل أنبياء. يقول بعد ربنا أو يلقى إليه كنز، عندهم شروط مثل كل نبي، عندهم شروط كرم، ومن لف لفهم عندهم شروط، شروط الجهلاء الغير عقلاء. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، فقال الظالمون إن تتبعون، الظالمون الزنجيس، إن تتبعون إلا رجل مسحور. يا ولي راه مش تبعوه، ولي تبعوا قاعدين تبعوا فيه، وأنتم أراضي القوم عن نحن، أعلى أصحاب الأموال والصولجان وكذا، أنتم تتبعون رجل مسحور، يحبوا يعطيوا صورة عكس صورة النبي عليه الصلاة والسلام، فماشي بتعمل عملها في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرعي الأول ليس كمثل رعي عليهم رضوان الله. إن تتبعون رجل مسحورا، انظر كيف ضرب الشهناء مولانا سبحانه وتعالى أعلى بدلول مخاطب أعلى الأنبياء عليهم السلام. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أمثال باطلة لابد من دحضها ولابد من كشفها ولابد من رفضها. فضلوا حكم ربي أنهم في ضلالة سوء نيرانس، فلا يستطيعون السبيل، لا يستطيعون طريق سليم. الطريق السليم الوحيد هو التوحيد، هو إسلام وإيمان وإحسان. انظروا حنا المؤمنين من طلق الإسلام، ثم إيمان ثم إحسان. ما فهمناش مرة يذكرنا ربي إلا يكون هذه الأوصاف خصيصا حصريا للمؤمنين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.